شو جنيتي انت؟ لا مو انا اللي جنيت، ما عاد في داعي لللف والدوران. لك انا كنت مفكرتك بنت بسيطه وصادقه، بس بالاخير انت انكشفتي على حقيقتك، طلعتي عم تحاولي تخدعي لياش. انا عن جد ما عم صدق انك هيك من كل عقلك. بدك تضحكي على ياش؟ نيها انت شو عم بتقولي؟ ياش بتعرف شو كانت عم تخطط تعمل؟ كانت رح تتزوجك وبعدين تطلب الطلاق وتهرب بمصاريك. انت ما بتعني لبنوب، هي عم تمثل عليك. لا ياش، هي عم تكذب. ليش لا اعمل هيك؟ انا اللي عم كذب؟ ثانيه بس ياش، شوف الفيديو، وقتها رح تعرف. ياش قبل يتجوزني ويكون معي واخيرا، وانا رح اتطلق منه بعد العرس فورا واخذ مصاري وصير غنيه. صدقتني هلا ياش، انا كنت من الاول عم اقول لك انه هي البنت كذابه، بس انت ما صدقتني. شو بك؟ شو هذا جيسيكا؟ ها؟ هي كانت عم تستغلك، وانا ما رح اسمح بهالشي ابدا. ما رح تسمحي بهالشي؟ وليش مهتمه؟ ليش لحتى تاكلي هم اذا عم بيصير شي سيء بحياتي؟ ممكن تجاوبيني؟ ليش لحتى يهمك؟ فيني اعرف ليش؟ ليش ما قلتي هي حياته ومشكلته ويصفل وتركيها تضحك علي؟ على القليلة هيك بخف توتري شوي وما بضل دائماً آكل هم. ولا بفكر شو رح تفكر نيها إذا بحكي لها هيك أو إذا بعاملها بهالطريقة. يا ترى رح تحس بشي؟ يا ترى رح تعصب؟ رح تحكي معي بكرة ولا لأ؟ شو قصتك أنت؟ مفكرة إنه القصة لعبة؟ ليش بتجيبي لي غدا معك كل يوم؟ بعدين ماشي عم بتجيبي لي أكل معك، بس وقت ما آكل ليش بتتضايق وبتعصبي؟ ليش لا تاكلي همي؟ ليش بتفكري فيني دائما؟ ليش اكلي هم مصلحتي لهالدرجه؟ ليش بتقربي مني كتير؟ قولي لي لشوف. ليش لتتدخلي بحياتي دائما؟ اذا بدها تسرقني خليها تسرقني. ليش خايفه علي؟ ليه متاسره ومن فعلي؟ لانه انت بتعني لي كتير. وانا بحبك كتير ياش. إذا خوفي عليك والشغلات اللي بعملهم مشانك بتعتبرهم حب، فإيه؟ أنت بتعني لي كتير. وقت تكون معي ما بخاف من أي شيء أبداً. بحبك ياش. أنا ما فيني أعيش بدونك ياش.